السلام عليكم الخوت مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم الدراري غنلعبوا مهنة لاعب الحلقة الثانية الدراري إذا غنكملوا المسيرة ديالنا في الدوري السعودي الخوت وما شي عرض الدراري الأوروبا باش ننتقلوا مباشرة إلى عندكم الخوت شي سلسلة خليوها لي في باش نصيبوها في هذه القناة دي. فشكرا لكم الدراري على الدعم ديالكم على طول المقاطع اللي كدوز في القناة دي. فلي مازال ما شفتكش الخوت اشترك معنا ويفعل جرس الجرس باش جديد قبل ما نطول عليكم خليو معكم شي لايك وخليونا ندخلو ديريكت الفيديو <applause> اذا الخوت على بركه الله غنبداو كنا توقفنا في الجوله الاولى من الدوري السعودي الخوت كنت خليتو لي الدراري في التعاليق باللي خصنا نديرو اللاعبين يتمرن اذا ندخلو التمرين اذا التمرين الاولى الدراري اذا التمرين الاولى الخوت خصنا نتعداو هاد الدائرات كاملين الخوت اون ماركيو اذا غنحاولو هاد الدراري نتعداو هاد الدوائر كاملين اذا هذا هو اللاعب ديالنا الخوت كما كتشوفوا اي دائره كتدخل هاد الدراري 100 نقطه اذا خصنا نماركيو ولا خرج الحارس الخوت ضاعت الكره الاولى اذا نحاولوا الخوت هنا الاعاده مره اخرى والهدف الدراري اذا ماركينا الجول نعاولوا الخوت مره ثانيه من جهه اخرى الخوت نحاولوا نمروا بهاد اللاعب الدراري اذا كل دائره محسوبه 100 نقطه على الخصم نحاولوا نطوروا اللاعب ديالنا اذا خصنا نماركيو لكن ضربت في العريضة نحاولوا الخصم مره اخرى مع هاد هادي نعاودوا نرجعوا هاد الدراري خصنا ندوزوا الى جميع الدوائر الدراري اذا خصنا ندوزوا على جميع الدوائر هاد المره الدراري زادوا مدافع اللي خصنا نتخطاوه ايضا اذا نمروا على هاد الدوائر كاملين الخوت ونماركيو ماركيو اذا خصنا نماركيو لكن حارس اذا مرة اخرى الخوس من هذه الجهة نحاولوا نمروا الدراري كما العادة الخوس اذا كل دائرة مئة نقطة وعندنا مدافع خصنا نتخطاوها ايضا اذا نقود دي خصنا نماركي الدراري جات في الشبكة مزيانة الدراري اذا خصنا نمروا اذا الخوس سلينا التمرين الاول غندوزو التمرين الثاني اذا التمرين الثاني الدراري اذا فهاد هذه اللقصة الخوس خصنا ندخلو في الكرة الجهة الاخرى ونتخطاو المدافع اذا 250 نقطة الاولى خصنا المرة أخرى الدراري نتخطاو هاد المدافع هذا ونمرو على الكرة مزيان 30 نقطة 300 نقطة عفوا إذا خصنا الدراري نمرو من المدافع وندخلو في البالون الخص إذا مرة أخرى نعاودو هاد الدراري إذا خصنا نتخطاو هاد المدافع مرة أخرى ندوزو الخوت من الاخرى 250 نقطة مزيان نحاول هاد الدراري نزيدو له في السرعة وفي اللياقة الدراري هاد اللاعب هاد الدراري اللي نشأنا في مهنة لاعب اذا نحاولوا نمروا الخوت مره اخرى محاوله اخرى 250 نقطه مزيانه اذا نحاولوا هاد الدراري لكن ضاعت هاد الكره هادي نعاودوا اذا نعاودوا الخوت على ما اظن اخر اخر محاوله هي هادي الدراري خصنا نحصلوا على 200 نقطه لكن الدفاع مره اخرى اذا سلينا التمرين الثاني الدراري تمرين دي اذا دابا عندنا الخوت التمرين الثالث اذا التمرين الثالث الخوت خصنا نتبعوا هاد الاتجاهات هادو الدراري اذا كل مره خصنا نتبعوا اتجاه في شكل الخوت أه، ندوز من جهه اخرى هكا اذا انا مر من هنا الدراري نحاولوا نسربي الخوس على ما اظن كيتحسب لنا الوقت على الدراري اذا نمر من هنا مره اخرى يلا من جهه اخرى مره هاد يلا نمر من جهه اخرى هكا اذا اوكي يلا مزيان نحاول الدراري نزيدوا في السرعه الخوت باش نكسبوا الوقت يلا مزيان ندوزو مره اخرى الدراري الا بغي الخوت نبقاو نحطو دائما تمارين ديال اللاعب خليهم لي في التعليق الخوت اذا نمروا مع الجهه هادي على ما اظن الخوت ما بقاو والو اذا سال الماتش الثالثه الدراري اذا سالينا الخوت تمارين ديالنا ندخل مباشره لاجوندا ديالنا الدراري اذا اول مباراه الخوت مع في الدوري السعودي الجوله الثانيه الخوت معنا مع التعاون عندنا مباراه في الكاس والجوله الثالثه اللي غتكون عندنا في الدوري السعودي ايضا اذا نتمنى الخوت اللي لعبوا رسميا غندخلوا مباشره الماتش الاول اذا الخوت اللي الهلال غالبا بواحد 1 0 غندخلوا في الدقيقه 83 كباديل الدراري اذا انا الخوت غندخلوا في الدقيقه 83 نتمنى الخوت نحصلوا على الرسميه مع الهلال السعودي اذا هذا هو المطلوب منا في هذا الماتش هذا الدراري باش نديوها ان شاء الله اذا ندخل مباشره اذا هذه كره مره اخرى اول لمسه الدراري نحاولوا الخص ماركيو باش نزيدوا الثقه ديال المدرب فينا الدراري وضعت هذه الكره هذه يلا نحاولوا نغسوا الخط ونكسبوا الكره الدراري ونماركيو في هذا الماتش يلا اطلق باس مره اخرى نحاولوا الخص نمروا بعد الكره هذه نطلقوا باس ونهربوا يلا هذه مزيانه يلا 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 غادي خصني نجيبها في الخص الهدف ديالي الدراري الاول في الدقيقه 85 بعد مرور جوج دقائق كنت باش نماركي الخص الهدف ديالي الاول مع الهلال السعودي الدراري في الدوري السعودي اذا اول هدف لي شخصيا الخط في الدوري السعودي اذا هذه كره مره اخرى نحاول نحطوا الهدف الثاني لكن ضاعت هذه الكره هذه الدراري ضاعت هذه الكره الخط هذه هي الاعاده الدراري كانت قريبه المرمى لكن ضاعت هذه الكره عندنا هدف واحد فاضل هذا الماتش الخص اذا هذه كره مره اخرى وصلنا دقيقه 89 الدراري نحاولوا نمروا بهذه الكره هذه نطلقوا باس يلا الهرب ولا اطلق باس مرة اخرى لكن ضربات اللاعب مرة اخرى يلا نحاول نمر الدراري الى قدرنا الخط الماركي والهدف الثاني يلا لكن ضاعت لي الكره هذه كترجع مره اخرى نحاول الخط ندخلو في مناطق العمق هذه كره مره اخرى يلا باس لكن دفاع الدراري الدفاع كيمنعنا مره اخرى كترجع هلاليه يلا اطلق باس اذا استل المشهد الدراري آه الهلال غلبات بجوج لصفر ثلاثه النقط الاولى في الدوري السعودي الخط ماركت الهدف ديالي الاول اذا جوج لصفر الهلال وهذا هو التقييم ديالنا الدراري 8.5 8, 8 دقائق اللاعب هدف واحد اذا هذا هو التقييم اذا الخط حصلنا على جائزه احسن لاعب في المباراه الدراري كما كتشوف الخوت 2341 نقطه اذا هذا هو التقييم ديالنا الدراري في هذا المشهد الاول في الدوري السعودي اذا الدراري هذا هو الترتيب ديالنا حنا في المركز الخامس الهلال السعودي في المركز الخامس ثلاثه نقاط الجوله الاولى الدري من الدوري السعودي اذا نحولوا الخوت نماركيوا هاد الدراري ونديو الهدف ديال الدوري السعودي اذا دابا الخوت عندنا المباراه مع التعاون على الله ندخلوا اساسيين الخوت في هذا الماتش هذا اذا ندخلوا مباشره اذا الخوت ندخل في دقيقه 82 غالبا الهلال جوج لصفر ندخلوا مباشره كبديل <applause> إذا الخص غندخلوا كبديل للدراري في المباراة ديال التعاون دي في الجولة الثانية من الدوري السعودي، إذا هذا هو المطلوب منا في هذا الماتش هذا باش نديوه إن شاء الله. إذا هذه كرة مرة أخرى، يلا الهلال نحاولوا نطلبوا كرة، يلا الخص نحاولوا نماركيو في هذا الماتش هذا باش يزيد الثقة ديال المدرب فينا، إذا كوميز كيطلق باس طويل لكن خطأ ضاعت الكرة هذه للهلال. هذه كره مره اخرى يلا نحاولوا نطلب كره يلا ندخلوا بمناطق العمق يلا يلا نحاولوا نسدو من هنا ديريكس لكن الحارس الخوت كينقد هذه الكره هذه مازالت الكره لليلى السعودي مره اخرى هذه في الشبكه لكن الدفاع الخو ديال التعاون السعودي ضاع الكره هذه على الهلال إذا هذه كرة مرة أخرى غوميز مرة أخرى نحاول الخط على الأقل نطلقوا غير أسأس لكن الدفاع مرة أخرى وضاعت هذه الكرة هذه ضيعنا الدراري للأسف ضاعت هذه الكره هذه الاعاده الخص كانت قريبه لكن ضاعت خرجت الى ضربه مرمى الخصم اذا هذه كره مره اخرى نحاولوا نحاولوا نطلقوا باس لكن الدفاع ديال التعاونات الدراري كيقطع هذه الكره هذه اذا مره اخرى كتلقى باس غوميز والهدف الثالث 3 ل 0 الخص اسيست كيتحسب لي في الماتش المشاهده الدراري اذا 3 ل 0 للهلال السعودي على التعاونات الدراري في الدوري السعودي في الجولة الثانية إذا هذا هو غوميز الخوت والأسيس كي تحسب لي شخصيا في هذا الماتش هذا إذا هذه كرة أخيرة الخوت على ما أظن غير صفر الحاكم نهاية المقابلة إذا صلى الماتش الدراري ثلاثة نقاط جديدة في الدوري السعودي أسيس اللي عندي في هذا الماتش هذا فقط من التعاون الدراري إذا ثلاثة لصفر للهيلة نتيجة كاسحة الخوت إذا عندنا تقييم ديالنا سبعة اذا الخوت دابا عندنا مباراة في الكأس نتمنى يكونوا رسميا لكن غندخلوا في ستة 76 غندخلوا مباشرة اذا الدراري غندخلوا كبديل في هذا الماتش هذا الدراري نتمنى نقدموا شي مردود مزيان باش يزيد يرضى علينا المدرب باش نبقاو رسميا اذا هذا خطا للهلال السعودي مره اخرى يلا نحاول نضغطوا هاد الدراري ونبينوا راسنا في هذا الماتش هذا لكن ضاعت الكره على الهلال السعودي هذه مرة أخرى الكرة للخصم يلا ما يجيبوش علينا الهدف التعادل يلا فين هو الدفاع ديال الهلال اللي حاول الكرة دي ولا هدف التعادل للأسف جابوا علينا الهدف التعادل الدراري إذا واحد واحد صبحت النتيجة في مباراة الكأس الخص كتكون مبارا دي مباراة ديال العودة اللي هي مباراة الإياب نحاولوا نمروا بهذه الكرة هذه مرة أخرى يلا 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 نحاولوا الخص نشدوا شي زاوية ونشوط من بعيد لكن ضاعت هذه الكرة للأسف ضاعت الخص الكرة على اذا هذه كره الى ليا ما بقاو له يصل الماتش دريف الدقائق الاخيره اذا مره اخرى يلا تلقى باس مره اخرى نحاولوا نهربوا الدريب هذه الكره هذه لكن ضاع سعاد الكره هذه الخوت ما ميحا... يجيبوش عليها الهدف الثاني يلا خرج خرج من مناطق الدفاع صلى الماتش الدراري نتيجه واحد لواحد لو لكن باقي مباراه العوده الخوت اللي غتكون في الهلال اذا هذا هو الترتيب ديالنا الخوت في الدوري احنا في المركز الاول بست نقط اذا كما كتشوفوا الخوت هذا هو الدوري السعودي 16 فريق فقط في الدوري السعودي حنا في المركز الاول 6 نقاط الخوت اذا نمر مباشره اذا الخوت دابا عندنا المباراه مع الباطن وغندخلوا في دقيقه 58 اذا الدراري غندخلو كبديل في دقيقه 58 الهلال الدراري 0 ل0 نحاولوا نقدوا الفريق ديالنا الخوت هذا هو المطلوب منا في هذا الماتش هذا وندخلوا مباشره اذا هذا غوميز والخطا يلا حاول تنزل هذه الكره يا غوميز لكن ضاعت الخوت على الهلال السعودي هذه كره مره اخرى يلا نحاول نطلقوا باس يلا يا غوميز طلق باس يلا با 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 جبنا الهدف الخوت واحد لصفر للهلال السعودي على البطن الدراري في الجوله الثالثه من الدوري السعودي هذا الثاني هدف لي الخس شخصيا في الدوري السعودي وهذه المره هذه جاء على طرف البطن السعودي الخوش إذا واحد صفر هذه الكرة مرة أخرى نحاول الدراري نماركو الهدف ديالنا الثاني يلا أطلق باص مرة أخرى نحاولوا ندخلوا في مناطق العمق يلا 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 منين ديريك با 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 الهدف الثاني الخط لي شخصيا والهدف الثاني للفريق ديالي الدراري دي إذن جوج لصفر الهلال السعودي على الباطن الدراري في الجولة الثالثة من الدوري السعودي إذن الخط دابا عندي شخصيا ثلاثة الأهداف الدوري السعودي الخط فقط ثلاثة الجولات هذه كرة صعيبة للخصم يلا حاول تخرج كرة مناطق الدفاع لكن كانت موقع متسلل هذه كرة مرة أخرى للخصم يلا يلا ما يمرش ما يمرش ما يمرش الحارس خرج لكن ماركو علينا الخوت هدف تقليص الفريق لكن على ما أظن الخوت تسلل إذا تسلل للفريق الخصم هذه كرة مرة أخرى نحاول الدراري يلا الهاتريك الحاطري. الهاتريك ينادي لكن الحارس الدراري يخرج الكرة هذه للركنية إذا ضاعت للهلال السعودي اذا هذه الركنيه نحاول نتمركزوا على لكن الراسيه والعريضه الدراري كتنقد بعضنا الخوص من هدف ثالث للهلال يلا نحاول الدراري نغصوا مره اخرى نطلبوا كره يلا نحاول نمروا بهذه الكره هذه دي لكن الدفاع الباطل كاسترجع هذه الكره هذه من بعيد لاطريك الخوت فلتنا لاطريك في هذه الكره هذه اذا هذه كره مره اخرى وصلنا لدقيقه 90 الدراري نحاول نمروا يلا لا لاطريك لكن الحارس الخوت كيتالق على هاد الكرة هادي وضاع ضاع الهدف ديال الهاتريك اللي كان غيكون أول هاتريك هادي كرة أخيرة يلا خرج كرة مناطق الدفاع صالة الماتش الدراري غلبنا بجوج لصفر على الباطن السعودي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي إذا ثلاثة نقاط جديدة في الدوري السعودي الدراري قدم سماش اللي وعر الخوص اللي عزاونا 10 عشرة لا 10 عشرة الخوص 34 دقيقة اللعب هدفين إذا هذا تقييم اللاعب الخوت حصلنا على جائزة أحسن لاعب في المباراة الدراري كما كنشوف الخوت كلشي بالاخضر النقاط تزادو لنا الدراري اذا لاعب ماشي في تطور الخوس نحاولوا نطوروا اكثر الدراري باش يجيو العروض اللي غيكونوا مناسبين الخوس اللي مالا الاوروبا اذا هذا هو تطور لاعب الدراري اذا الخوت بالنسبه للدوري حنا في المركز الاول الدراري 9 نقاط لعبنا لحد الان ثلاثه جولات فقط باقي الخصم ما يجي الجولات اخرين باش نزيدو نبقاو في الصداره ديال الدوري السعودي نتوجو به لما لا الخصم مع الهلال ويجي شي عروض الخصم نتاقلو اذا في المباراه المقبله الدراري غتكون عندنا في الكاس مباراه العوده مباراه الذهاب نتاعت واحد واحد اللي غتكون عندنا الخصم مره اخرى مباراه الاياب اذا الدراري نوقف في فيديو ديالي هنايا يعني كنشكركم على المشاهده ديالكم الى عندكم باقي السلاسل خليهم لي في التعليق باش نصيبهم في هذه القناه هذه فتحياتي لكم طلعوا